مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع، معكم حياة بوصفة جديدة من حياة هوم كوكينج. إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير. وصفة اليوم هي تريدة الكوسة بدبس الرمان. هالوصفة كتير قديمة وقليل الناس اللي بعدهم عم بيساووا هالوصفة، بتصور في كتير ناس ما بيعرفوها، حبيت أعملها حتى نرجع نتذكرها. كلمة تريدة هي بتجي لعدة وصفات، ممكن تكون على دجاج على لحمة، يعني بس ما نسمع تريدة الدجاج تريدة اللحمة بدنا نعرف انه هالصلصة فيها خبز محطوط بقلبها ومتشرب من الصلصة، فاذا لما نسمع كلمة تريدة يعني في خبز بقلب الصلصة. بالنسبة لوصفتي اليوم رح ساوي تريدة بالخضرة اللي هي الكوسة او بالاحرى لب الكوسة. إذا شفتوا سلطة الكراب مبارح ما استعملت لب الكوسة، رح استعملهم اليوم بهالوصفة، وهيك بكون استفدت بوصفة جديدة من هاللب الكوسة أو نقر الكوسة يلي ما رح كبه أبدا. بالعكس في كتير وصفات طيبة كتير بنقر الكوسة. مثل ما عم بتشوفوا عم ببرشن على المبرشة جهة الخشن، وهيدي هي كل الكمية من بعد ما برشتن. إذا في شوية قشر من الكوسة من برا معلي منخليها ما بيأثر، بالعكس بتطلع كمان طيبة. حضرت كل المكونات، فأزان عندي نص كيلو من نقر الكوسة مبروشين على الخشن، 2 بصل وسط مفرومين، 6 حصوص من الثوم كمان مفرومين ناعم، ملعقة كبيرة ملح، ملعقتين كبار دبس الرمان، ملعقة كبيرة نعناع يابس، بدنا كوبين من المي. بعد في مكون يلي هو أساس وصفة التريدة هو الخبز. استعملت رغيف من الخبز الأسمر لحتى يصير جاف، وضعته بالمايكروويف لمدة 30 ثانية، ما غير لونه بصير جاف مثل ما عم بتشوفه. بطنجرة على النار فيها ربع كوب زيت زيتون، النار لازم تكون وسط. رح نزل البصل، بحركن مع زيت الزيتون، بتركن حتى يدبلوا شوي، وبنزل الملح. دايما البصل مع الملح بخليه يدبل بسرعة أكتر. بدنا ننتبه انه ما بدنا نحرق او نغير لون البصل. برجع بنزل الثوم وبحركن مع بعضهم كتير منيح، مع الانتباه انه بدنا بس انه يدبلوا، ما بدنا اياهم ياخدوا لون. من بعد ما دبل البصل مع الثوم نزل كل نقر الكوسة دفعة واحدة، منشوفهم كتار بس بعد شوي رح يدبلوا، بحركهم كتير منيح مع بعضهم. كمان رح خلي الكوسة شوي هيك يدبل على حرارة النار قبل ما اوضع المي. إذا لاحظتوا الكوسة بلش يدبل نزل كوبين من المي، ما بدنا مي أكتر من هيك لهالعيار. بغطي الطنجرة وبخليهم حتى يغلوا، بس ما يغلوا بخفف النار على الآخر وبترك الكوسة يستوي، بحرك من وقت للتاني. هون استوى الكوسة، رح نزل النعناع يابس، بحركن كتير منيح. لاحظوا المرقة تبعيته على القد، ما بدنا أكتر من هيك، يعني هي هي كثافة المطلوبة. كمان بنزل دبس الرمان ملقعتين كبار، رح تعطيها نكهة كتير طيبة لهالوصفة. بحركن مندوق، إذا بدنا ملح منزيد على الذوق، ما بدي أي نوع من البهارات. خلصت الطبخة، نزلهم بجاط. لاحظتوا الصلصة كيف على الجوانب مبينة. هلأ هون المرحلة المهمة يلي لتصير تريدي، بدنا ننزل الخبز، بخلطوا معها، بتركن لنشوف إذا بدنا بعد ولا لا، لأنه بعد شوي هالخبز رح يشرب كل هالصلصة كل هالمرق. نوضع الخبز بكميات قليلة حتى نشوف قدي رح يتشرب، في حال احتجنا نزيد بنزيد. عم بحرك الخبز ورح أتركن، برجع بعد شوي بشوف شو النتيجة. وهيدي من بعد فترة صغيرة هيك صارت تريدة. هيدي هي الكثافة المطلوبة الطيبة كتير، بناكلها بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا، أو فيكن تسكبوها بصحن جاد التقديم. ريحة الكوسة مع النعناع اليابس عن جد وصفة رائعة جدا، إن
شاء الله تكون عجبتكم لأنها كتير مغذية كتير طيبة. إذا عجبتكم ما تنسوني باللايك شير وسبسكرايب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديدة. عم زينها بخبز المحمص. نمسك الخبزة ومنغطسها ومناكل. كتير طيبة، بنصحكن بالأخص للنباتيين جربوها رح تعجبكم. بشكركن على المشاهدة والمتابعة، وبشوفكن بفيديو جديد قريبا جدا. باي باي.